هو كان بيشاور على الزمالك ولكن شاور صح. والنادي الاهلي 25-21 للنادي الاهلي، والاهلي يفوز بكاس مصر 25-20 ويفوز الاهلي بكاس مصر وموسم استثنائي، وهذا هو الكاس رقم 22 للنادي الاهلي، موسم استثنائي. الف مبروك للنادي الاهلي، الف مبروك لمجلس اداره النادي الاهلي بقياده الاسطوره الكابتن محمود الخطيب، والف مبروك لمجلس اداره النادي الاهلي اللي موجودين في الصاله، كابتن او المهندس خالد مرتجي والكابتن طارق انديل ومي ياقوت وكل نادي لاعبي نادي الاهلي. الف مبروك للجهاز الفني، والف مبروك لجميع جماهير النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي الرباعيه للنادي الاهلي، وحصل على كاس مصر للمره 22، وحصل على موسم استثنائي السوبر ثم الدوري ثم بطوله افريقيا الاسبوع الماضي، واليوم يفوز بكاس مصر، ومبروك للنادي الاهلي وكل التوفيق لمجلس اداره النادي الاهلي. فرحه طبعا بالسوق بكاس مصر، وامام حضراتكم اهو الجهاز الفني واللاعبين، عبد الله عبد السلام الكتيبه التي لعبت اللقاء بقياده فرناندو بنتيز الاسباني المدير الفني، ومعاه محمد السيد ومحمد الحسيني، عبد اللطيف عثمان مدير فريق، احمد اسامه اداري الفريق، شادي فهيم محلل تقني، الدكتور ايهاب فخر الدين، اسلام محمد اخصائي علاج طبيعي، اسلام محمد، اسامه محمد اخصائي تاهيل، محمد شهير مدلك، شريف محمد صلاح اخصائي علاج طبيعي، لاعبي النادي الاهلي ال 14 لاعب، يوسف الصافي رقم واحد، عبد الله عبد السلام، عبد الحليم عبو او عبد الحليم عبو، احمد صلاح العالمي، حماده عثمان رقم خمسه، محمد رمضان رقم سبعه، عبد الرحمن الحسيني رقم ثمانيه، محمد عصران رقم تسعه، الكوبي يندر جارسيا رقم 11، ليبرو الفريق